مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. المساهمة الأمريكية في ملف المياه العراقي. تراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50% منذ العام الماضي، وذلك بسبب قلة هطول الأمطار وتراجع الكميات القادمة له من دول الجوار. الرئيس العراقي برهم صالح سبق وخاطب قبيل نهاية العام الماضي الأمم المتحدة قائلا إن التصحر التهم ثلث البلاد وتدهورت 54% من البساتين بسبب التملح، ما دفع العراق للاحتجاج على قطع الأنهار والروافد. ويعد الإجهاد المائي الذي يتعرض له العراق مشكلة كبرى ستواجهه، فهو إحدى الدول المعرضة لتأثيرات المناخ بما في ذلك شح الأمن الغذائي. السفيرة الأمريكية لدى بغداد لينا رومانوسكي تتدخل في مناقشة هذه الأزمة وتؤكد أن العراق يواجه مشكلة حقيقية تمس الحياة وتحديات متزايدة في الحصول على المياه النظيفة اللازمة للحياة اليومية، وكان هذا بمثابة تحذير بشأن كيفية استهلاك المياه في قطاع الزراعة. السفيرة قالت إن لديها تفويضا لدعم إدارة المياه في العراق والاكتفاء الذاتي، واستدلت على ذلك بأن بلادها قد ساعدت العراق باستثمار بلغ 124 مليون دولار عام 2016 لإعادة تأهيل سد الموصل ومنعه من الانهيار والحفاظ على حياة آلاف المواطنين. وأكدت رومانوسكي إن أمريكا ترغب بمساعدة الشعب العراقي الآن لضمان الحصول على الموارد المائية التي يحتاجها في الحياة اليومية، وأضافت إنه يمكن لواشنطن مساعدة العراق على كفاءة استخدام المياه من خلال القضاء على الممارسات الكلاسيكية التي تتسبب في الهدر الكبير. يؤدي التسرب في البنية التحتية وقنوات المياه المفتوحة في كل العراق إلى فقدان 10 مليارات متر مكعب من المياه بسبب التبخر سنويا، وهذا الرقم يطابق العجز المائي السنوي المتوقع للعراق بحلول عام 2035. ويعتمد العراق على جيرانه الذين يواجهون جميعا نفس التحديات المائية في منابع الأنهار، وتشير التوقعات الأكاديمية طويلة الأمد إلى أن العراق سيحصل على الحد الأدنى من الأمطار الإضافية خلال الأشهر الستة المقبلة.